ثائر، عرفنا عليك يا ثائر. أنا اسمي ثائر هشام، أدرس في الصف الثاني المتوسط. الساكن فين؟ ساكن في جدة. في جدة؟ أيوة. وأتيت إلى الرياض من جدة عشان المدرب. أول مرة تلتقي المدرب؟ أول مرة. ولا تتواصل معاه بالتلفون؟ بالجوال. بالجوال. أيوة. كيف تعلمت؟ تعلمت عن طريق البث المباشر، كان نسوي بث مباشر، دخلنا التطبيقات ونقرأ العمليات الحسابية ونحسب هذا. صعبة وكدا. كانت في البداية؟ لا كانت سهلة في البداية، قبل ما أدخل كنت أحسبها صعبة، أقول كيف يحسبوا زي كذا، بعد ما دخلت صارت سهلة واتضح أنها أسهل مما ينبغي.